يلا احكوا لي ايش الاستراتيجيه اللي ممكن تستعملوها. انا طالب الان باور ضيف. نعم ضيف. الباور على فكره هذول باور لوسز. طيب نسال السؤال بشكل مختلف، ايش اللوسز في الترانسميشن لاين هذا؟ هل في لوسز بالاندكتر؟ لا. اذا انا كان لما بقول باور لاين ايش يعني اللوسز تبعت؟ يمكن انا لازم اقول باور لوسز، يمكن ما قلتش باور لوسز، ما قلت. اوكي. اذا الباور لوسز بالترانسميشن لاين هي الباور اللي ضايعه في مين؟ في الريزستر. الباور اللي في اللود، الباور اللي بتكون ضايعه في مين؟ في الريزستيف، الجزء الريزستيف منها. هذا هون السؤال الاول. هلا ممكن اني اذا بدي احسب الباور، الباور شو بتساوي؟ اي سكوير ار مثلا، مش هيك؟ هل بقدر احسب بير يونت باور؟ بقدر. ما هو هذا الهدف من السيستم كله. نحسب احنا هون بير يونت باور. ثلاثة الشباب اللي هون ثلاثة بدون ابتسامات. بحسب اي سكوير ار، بس ار ايش لازم تكون؟ بير يونت. واي بير يونت. بصير، ما هو هذا الهدف منه. انا ليش ارد ارجع مرة ثانية؟ احسب بير يونت. هلا بعدين لما بدي احولها شو بفتش على؟ بصير اضرب في ابارنت باور، بصير. يعني الباور صارت كانها والابارنت باور كاني اعتبرتهم لهم نفس البيس، ها؟ يعني هاي كمان هي البيس للباور. هل بقدر، طيب خلينا نشوف، هل هاي بير يونت؟ هل الكرنت بير يونت؟ اذا عندي هون بقدر اجي اقول الان في اللاين بي لاين بير يونت. بي لاين بير يونت بيساوي اي سكوير بير يونت في ار لاين بير يونت. R line per unit بيساوي 0.00، احط هنا سكوير هون 0.0087، I line 0.569. طب الزاوية؟ خلص باور، بحسب باور، ها؟ بهمني الـ I RMS، جبت أنا ريزيستر ومررت فيه كرنت وطلع منه حرارة، حرارته بتعتمد على الزاوية تبعت الكرنت؟ ما فيش، لو إنه كرنت وفولتج بتهمني الزاوية بينهم، بس هذا ريزيستر، كيف ما مررت الكرنت فيه باتجاه ولا باتجاه المعاكس رح يضل يطلع عندي نفس الباور منها. طيب، اضربوا لي بالله الرقمين هذول. أنا عندي هون حسب هاي الحسابات بيطلع 0.0282. طبعا هذه هون يونت. هلا هاي شو بحولها؟ هاي ما بتفيدنيش بحد ذاتها، لكنها طريقة سهلة للحساب. شو بتطلع هلا الريل باور؟ باور لاين بالواتس بدها تساوي، بدي اضربها 10 كي في ام، مش هيك؟ 10000.00282 بيطلع معي 28.2 واتس. هل هذا رقم قليل؟ رقم صغير، هل بدي اياه يكون صغير؟ طبعا هذا ترانسميشن لاين لوس. انا هون بدي انقل، وين بدي الباور الحقيقيه تروح؟ لمين؟ للكونسيومر. وين انا حاطط الميتر تبعي؟ وين راح ادفعه واعمل تشارج عليه؟ الشركه بدها تتحمل هذا اللوس. مين اللي بده يدفع هذا اللوس؟ مش انا. اوكي؟ ماشي واضح؟ الشركه بهمها انه يكون اللوسز اقل ما يمكن. طيب نحسب تبعت اللود، كيف بدي احسب اللود؟ بدي احول هاي من بولر ل ريكتانجلر، بنقدر نحولها كمان بير يونت، فبتصير عندي 1 بوينت، يعني ار لود اذا بدكم مباشره بيساوي 1.736 في كوساين ولا ساين؟ كوساين ثيتا. فبطلع معي القيمه تبعتها 1.503، مضبوط 1.503، حد يتاكد من الرقم 1.503، كوساين 30.866، مش هيك؟ حد يضرب 0.866 في هاي. علي صوتك. 30 مش 03. انا كني نزلنا الغلط او انه في هون تقريب الهاي. اوكي. فانت بتقول 1.53. هذه ارنولد، هاي ايش وحدتها؟ تمام فيرنت. اذا بصير عندي هلا في لود فيرنت، شوف استعملت مباشر نفس الكرنت، ما اضطريت احرك الكرنت هون او اطلع الكرنت هون، هاي بدها تساوي نفس الشيء. الكرنت كان عندنا 0.569 تربيع مضروب في 1.53، فبطلع البير يونت باور في اللود
0.487 هاي كمان بير يونت. فبصير عندي هلا الباور لود واتس بتساوي 0.487 في 10,000 فبتطلع 4,870. كمان الحلو في البير يونت انه بعطيك فكره تقريبيه انت وين. يعني كاني هون عمالي بقول الباور، كاني عمالي بقول انه تقريبا نص الباور اللي انا بتوقعها استهلكت هون. مش اسهل اقول، مش انت بتسال بقول لك الرقم هاي القيمه مثلا، قيمه الاسهم نزلت في هذا اليوم مثلا 200,000 دينار، ايش مباشره بتسالني؟ شو نسبتها يعني؟ قديش كنسبه؟ مش هيك؟ فهذه كلها بتعطينا نسب اوضح واسهل اني افهمهم. اذا هذا نهايه السؤال، نهايه المثال 2.3.